السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء المتجدد والذي سوف نخصصه اليوم للحديث عن الأمل. الأمل الذي هو إكسير الحياة، ونحن في أمس الحاجة إليه في الظرفية الراهنة، نظرا للظروف العامة التي تبدو صعبة، سواء على المستوى الصحي وبسبب هذا الفيروس المسمى بالكورونا، والذي كانت له تداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وزيد على ذلك أعداد كبيرة من المشاكل ومن الصعوبات تجعلنا جميعا في أمس الحاجة إلى جرعات زائدة من الأمل. فإذا تعرفنا على حقيقة الأمل سوف نحصل على جرعة تعزيزية تجعلنا مستعدين لمواجهة مشاكل وصعوبات هذه الحياة. الأمل كلمة قليلة الأحرف لكنها عظيمة المعنى. ما حقيقة الأمل؟ حقيقته هو توقع حدوث شيء طيب في المستقبل، أمر هو مستبعد حصوله ولكن نتوقع بأنه سوف يحدث، وهذا الأمر شيء جميل، شيء يشرح النفس في وقت الضيق، شيء يدخل الفرحة والسرور والبهجة والحبور على الناس. توقعات، الذي هو متفائل دائما يتوقع الأحسن، يسميه بأولياء الله عبادة الوقت. معروف أن أولياء الله في كل زمان يختارهم المولى عز وجل، غايتهم هو أنهم يطفئون الغضب وأنهم يطفئون النار ويوقدون شعلة من النور تضيء القلوب وتحيي النفوس. فالأمل هو عنصر أودعه الله تعالى في بني البشر ليعيشوا حياتهم متفائلين، ليقاوموا كل نزعات اليأس والقنوط، لأن الإنسان في هذه الحياة بين الفينة والأخرى تأتيه نزعات يأس ونزعات قنوط، وتبدو له الحياة مظلمة والأفق منسد وتكثر التعاليق المحبطة، ويشعر الإنسان بأنه جاءت نهايته. وهذا كله تحليل شخصي نابع عن قلب لا ينبض بالأمل. فصاحب الأمل رغم ما يعترضه من ظروف قاسية وصعوبات دائما يحلم بحدوث شيء جديد وطيب في المستقبل القريب، ويعتقد بأن هذه المصائب وهذه الشدائد وهذه الكروب وهذه الأزمات ربما كانت بابا إلى خير مجهول، ربما أنها أن الله تعالى يعد خلقه لكي ينالوا خيرا عظيما، لكنه لا زال مجهول. ولهذا قيل رب محنة في طياتها منحة. هناك منح يهبها الله تعالى لعباده، ولكن تبدأ بالمحن. وصدق المولى عز وجل حينما قال في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما قال جل جلاله في آية أخرى: أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. والتجارب تعلمنا بأن الناس يواجهون مصاعب كبيرة، ولكن يتبين مع مرور الأيام أنها كانت تحمل لهم بشائر الخير، وأن هذه المصائب كانت بابا إلى خير عظيم أعده المولى. الله سبحانه وتعالى فطر النفس البشرية وجعلها معطرة بالأمل، فالنفس البشرية تتجه بطبيعتها نحو الدور، وتتجه بطبيعتها نحو ترقب الظهور، وهذا الترقب وحده هو الذي يولد في النفس الرجاء. نحن لا نحتاج إلى دراسات علمية كبيرة في مجالات مختلفة، لا نحتاج إلى دراسات ربما قد تكون تحمل مجموعة كبيرة من الأشياء الغريبة عن ثقافتنا. يكفينا أن نرجع إلى القرآن العظيم، يكفينا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، وسوف نرى مجموعة كبيرة من الإرشادات والتوجيهات تحثنا على الأمل. فمثلا في القرآن العظيم ربنا يؤكد بأن الأمل هو صفة الأنبياء وصفة المرسلين، فجل الأنبياء والمرسلين إذا قرأنا سيرتهم العطرة نجد بأنهم مروا بظروف صعبة ومروا بحالات شديدة، ولكنهم لم ييأسوا قط، كانوا دوما يعيشون على الأمل. نذكر على سبيل المثال نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي عاش عمره كله وهو يتمنى الولد ولم ييأس، بل كان يعيش على الأمل حتى بلغ أكثر من 90 سنة ولا زال ينتظر الأمل. فلما جاءته الملائكة مبشرة بغلام عليم قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. انظروا إلى هذا القلب، قلب النبي إبراهيم، قلب نبي بالإيمان، قلب متصل بالرحمن، لا يعرف طريقا لليأس ولا للقنوط مهما أحاطت به الشدائد ومهما إذ لهمت حوله الخطوب. وانظروا إلى زوجته سارة وهي قد بلغت أكثر من 80 سنة وتعيش على الأمل، فتلقت بشارة الرحمن وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فقصة إبراهيم الخليل مليئة بالحكم والعبر والعباط، ولعل أبرزها أنه كان يتشبث بالأمل ولا يعرف لا يعرف اليأس له طريقة. كذلك يحكي القرآن العظيم عن قصص أخرى كثيرة ومتعددة، مثلا قصة يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف ولم ييأس بأن الابن سوف يعود له، وبقي الأمل طويل سنوات حتى فقد ابنه الثاني بنيامين، واتهموه بالسرقة، فماذا كان رد فعله؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي متصل بالله وتعلم بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرج، عندك يقين أنه مهما اشتدت الأمور سيأتي الفرج، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وبقي يعقوب عليه السلام ينتظر هذا الفرج، ضاع الابن الأول أكثر من 40 سنة يوسف عليه السلام، ثم هذا ابنه الثاني بنيامين، وكان فيه رجاء في الله واتصال وثيق بربه وشعور كبير برحمته.
ثم كان يطلب من أبنائه أن يبذلوا جهدا ويلتمسوا يوسف وأخاه وأن لا ييأسوا من رحمة الله في العثور عليهما. كان يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسبحان الله العظيم، جاءت المفاجأة، مفاجأة تلو مفاجأة ومفاجأة. أحيانا قد يتأخر الفرج الإلهي، ولكن في تأخره حكم، أن الله تعالى يباهي لك الملائكة في السماء، وأن الله تعالى يجمع لك الخيرات، وإذا أعطاك أعطاك بسخاء وبكرم. هذا ما وقع ليعقوب عليه السلام. فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، كان فاقدا لبصره ارتد بصيرا. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى سوف يرد له يعقوب، يرد له بنيامين ويوسف، وسوف يرى عجائب قدرة الله. والقصة معروفة في ختامها في سورة يوسف. ولما تراكمت عليه الخيرات والبركات بعد أن ألقوا عليه القميص ورجع إليه بصره والتقى بأبنائه وجمع الله شمل العائلة ورفع الله مقاما عاليا ورزقهم رزقا وفيرا وأعطاه من العزة والكرامات ما لا لن يكن يتوقع، ماذا قال؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذا هو ما يسمى بالأمل. الأمل عند الأنبياء والمرسلين، كل الأنبياء والمرسلين لما كلفهم المولى عز وجل برسالة الدعوة والتبليغ سلحهم بالإيمان وسلحهم بعدة مقومات ومن بينها الأمل. النبي لا يتصور إلا وعنده الأمل، وكذلك الولي لا يتصور إلا وعنده الأمل، وكذلك الفقير لا يتصور إلا عنده الأمل، والعابد الزاهد والداعية والمسلم عموما لا يتصور مسلم صادق الإيمان إذا كان يفقد الأمل. انظروا إلى سيدنا موسى عليه السلام لما كان مع قومه من بني إسرائيل وكانوا أمام البحر، لم يكن مع سيدنا موسى سفين ولا يملك خوض غمام هذا البحر، وما كان قومهم مسلحين. ثم اقترب منهم فرعون بجنوده وكانوا مدججين بالسلاح وهم بالآلاف المؤلفة، والحال يقول أنه لا مفر، البحر من أمامكم والعدو من خلفكم. فأتباع موسى من بني إسرائيل ظنوا أنهم مغرقون وأصابهم اليأس والشؤم وبدأوا يشعرون بأنهم سوف يغرقون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا كان جواب موسى عليه السلام في هذه اللحظة العصيبة، لحظة الهجوم ولحظة البحر من أمامكم والعدو من خلفكم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. نفى أن يكون مدركا مهلكا، إن معي ربي سيهدين. هذا هو الأمل، أنه يعلم بأنه سوف يكون من الفرقة الناجية. وحقيقة الله تعالى أكرم سيدنا موسى بالمعجزة الباهرة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجا موسى مع قومه وهلك فرعون وجنوده. هكذا هي الحياة التي هي مرتبطة بالأمل. كل الأنبياء عاشوا على الأمل وأنجاهم المولى عز وجل. وسيدنا نوح عليه السلام كما تعلمون قصته الشهيرة سوف ينجو بالأمل، وكان يقال: من ركب سفينة نوح نجا، ومن تخلى عنها هلك. فكان هو من الناجين مع من معه من المؤمنين. وأعظم قصة للأمل هي قصة نبي الله يونس. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وكان في ظلمة الليل وكان في جوف البحر، الهلاك المحقق، ولكن نبي الله يونس عليه السلام كان قلبه مشبعا بالإيمان وبالأمل، فلم ييأس وظل يذكر ربه ويستغيث
يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأجزاه الله تعالى. فقال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان يسبح في لحظة الهلاك في مواجهة الخطر، لم يكن يبكي ولم يكن يولول ولم يكن يقول وغوتاه يا ناس أنقذوني، بل كان متجها إلى ربه يذكره ويستغيث به. وكل الأنبياء بدون استثناء كانوا قلوبهم عابرة بالأمل، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحياته كلها مليئة بالأمل. نستوقف فقط لحظة الهجرة لما طردوه ومن معه من المؤمنين، طردوه من مكة وسموا بالمهاجرين، هاجروا ديارهم وهاجروا ممتلكاتهم. وسيدنا النبي لما كان سيهاجر ليلة الهجرة مختفيا، ربنا عز وجل سيخاطبه، ماذا قال له الله في كتابه العزيز؟ قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى بعد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى بعد. فهذه الآية كانت تحمل الأمل بأن سيدنا النبي سوف يعود إلى مكة ما طال به المدة، سوف يعود. خرج منها مختفيا خائفا يترقب، ولكن بعد أقل من 10 سنوات رجع إليها فاتحا، رجع إليها بما يزيد عن 100,000 من الجنود. فنزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لولا الأمل أيها الأحباب الكرام ما استطاع هؤلاء الأنبياء والمرسلين أن يستكملوا وظيفتهم في الدعوة والإرشاد لأقوامهم في أزمنة مختلفة. ونحن جميعا أبناء هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وهم قدوتنا وهم أسوتنا. نحن في أمس الحاجة إلى الأمل، خصوصا في عصرنا هذا. نحن نحتاج إلى جرعات معززة إضافية من الأمل لنستطيع أن نواجه المشاكل، مشاكل الغلاء ومشاكل في المجال الاقتصادي وفي العلاقات الاجتماعية، مشاكل تربية الأبناء، مشاكل الصراع والخلاف بين الأزواج والزوجات، مشاكل قسوة العيش، مشاكل المواصلات، مشاكل الصحة، مشاكل في جميع الجهات. وهذه طبيعة الحياة، علينا أن نتشبث بالأمل ونظل نعمل، لأنه لولا الأمل ما بني بنيان ولا تم غرس غرس. فلولا الأمل لما وصلنا إلى الإنجازات التي قامت بها فئات كثيرة من أبناء البشر. البشرية تتقدم إلى الأمام بفعل الأمل. لاحظوا بأن المخترعين، المخترع في أي مجال يظل في محرابه وفي معمله يكرر العمليات، وكل مرة تأبؤ بالفشل إلى أن يصل إلى حقيقة الاختراع. لا يتوقع بأن المخترع يصل إلى اختراعه من أول وهلة، بل مرات ومرات. أديسون مخترع المصباح الكهربائي أخطأ 999 مرة، 999 مرة، وفي المرة 1000 استطاع أن يصل إلى نجاح الاختراع وهو صنع أول مصباح كهربائي. لو لم يكن عنده أمل لما وصل بحثه، ولما استفادت البشرية الآن من هذه المصابيح التي تزين دنيا البشر. هكذا هي الحياة بطبيعتها، أنها لا تستقيم على حال. فالحياة كما خلقها خالقها سبحانه هي كثيرة التقلب، فيها الخير والشر، فيها السرور والحزن، فيها الأمل وفيها اليأس. ونحن مطالبين بأن ننتبه إلى الأمل وأن نتشبث به، لأنه إكسير الحياة الإنسانية. النفس البشرية لا تعيش إلا بالأمل، وإذا فقد الأمل فإن النفس البشرية تذبل ثم تتلاشى ثم تنهار. الأمل أيها الأحباب الكرام هو كالروح في الجسد،
الجسد بلا روح لم يعد مجديا، كذلك الأمل إذا فقدته الحياة لم يعد للحياة بعد. نلاحظ بأن بعض الناس في حياتنا سواء شبابا أو شابات أو حتى مسؤولين أو مراقبين أو صحفيين أو معلقين، أعداد منهم يسيطر عليه اليأس ويبدأ يفكر تفكيرا سلبيا بأن الحياة كلها تسير نحو الانحدار وتسير نحو الباب المسدود. لما نقرأ تعليق لبعض السياسيين سواء في العالم أو في مغربنا العزيز، وأيضا تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، نلمس دفحة اليأس طافحة بقوة، وكأن الحياة صارت هكذا كلها فشل، وكأن الحياة يكسوها الضباب الكثيف. وهذا الضباب إذا استمر والناس اقتنعوا بأن هناك ضباب كثيف، فإنه مع المدة سوف يحجب الرؤية، وبالتالي الناس ستحيط بهم المخاوف، سوف يمتون في قلوب الناس الرعب والخوف. وهذا ما كنا نسمعه بأن العالم مقبل على مجاعة خطيرة عقب الكورونا. هناك معلقين سياسيين قالوا بأن هناك مجاعة كبيرة ستضرب البشرية. لهذا بدأنا نسمع أناس يدعون للادخار، يدخر الطعام والشراب، وكم هي مدة صلاحية الطعام والشراب؟ سيفسد. ومنهم من يعلق بأن البشرية بعد الكورونا ستكون مقبلة على حرب عالمية كبيرة بين الدول العظمى، وكل دولة ستجر معها دول صغرى، وسيكون هناك خراب ودمار. توقعات وتنبؤات، كل هذا دليل على أن نفوس هؤلاء الذين يحللون سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين أو من أصحاب التنبؤات والرؤى، أكيد أن قلوبهم تفتقد إلى جرعة الأمل، وأنهم وضعوا نظارات اليأس في عيونهم. فالذي يتشبث باليأس هذا يجعل الحياة كلها ضباب كثيف، وبالتالي تحتجب عنه الرؤية وتحاط به المخاوف، بل يصير هو يمت العدوى المخاوف والشك والارتياب، ويظن السوء بكل الناس حتى بالأقربين إليه. وما هي خاتمة هؤلاء؟ خاتمتهم معروفة، أنهم ينتهون إلى الوسواس. تجدهم أصيموا بمرض الوسواس، وهو أخطر مرض يصيب البشرية، أخطر مرض على الإطلاق، أخطر من كورونا وأخطر من السكري والسرطان وضغط الدم. مرض الوسواس الذي ينتشر بسرعة والعياذ بالله، فإذا ما وصل إلى النفس تصبح مرتعا للأمراض المهلكة. لهذا الخالق عز وجل ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اليأس وحذرنا من القنوط، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال سبحانه في آية أخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نكون عندنا الأمل وعندنا التفاؤل. هناك المتفائلين موجودين، نسمع خطابات لأناس في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في مختلف أوجه الحياة متفائلين، ولكن التفاؤل ليس هو الأمل، فليس هما شيء واحد. التفاؤل يقف عند حد الإيمان بأن الأمور ستصبح على ما يرام، هذا التفاؤل. إنسان متفائل يعتقد ويؤمن بأن الأمور سوف تتحسن وتصبح على ما يرام، هذا متفائل. لكن صاحب الأمل إنه لا يقف عند مجرد الشعور، وإنما يمتد إلى اتخاذ خطوات عملية نحو التغيير إلى الأحسن، فهو يقوم بترجمة هذه المشاعر إلى عمل، إلى خطوات، إلى حركة. لاحظوا الزارع الذي يزرع يكد ويعرق ويرمي بحبات البذور في الطين، ما الذي دفعه أن يتعب هذه الشهور وهو يرمي الغرس ويقلب التربة؟ إنه الحصاد وجني الثمار، الأمل بأنه سوف يأتي الربيع وبعده موسم الحصاد وجني الثمار. إنه الأمل، هذا الأمل يدفع إلى العمل، إلى الغرس.
كذلك التاجر الذي يتاجر ويسافر ويخاطر ويفارق أهله وأحبابه وأحيانا يفارق وطنه، لماذا هذا التاجر يتعب ويغامر بالمال ويغامر بنفسه؟ إنه الأمل في الربح على قدر ما كانت المغامرة والمخاطرة كبيرة، على قدر ما كان مؤشر الربح أكبر. كذلك نلاحظ التلميذ والطالب، نجده يتعب ويجد ويثابر ويسهر ويذاكر. ما السبب؟ الأمل، الأمل في أنه سوف ينجح. النجاح هو أمل، لكنه ليس مجرد متفائل، ولكن يسهر الليالي ويتعب ويتخذ الأسباب. وهكذا الجندي ورجل الأمن الذي يقف طيلة اليوم بمسالة في وجه القتال ويصبر على قسوة الحرب وقسوة الطبيعة، ما الذي يجعل هذا الجندي يخاطر ويغامر؟ إنه الأمل في أنه سوف ينتصر وسوف يحصل على الاستقلال لبلاده والأمن والسلامة، سلامة لشعبه. هذا هو الأمل. حتى المريض، المريض منا حينما يمرض يوصف له دواء مر يتجرعه. من الذي يجعل المريض يقبل أن يتجرع هذا الدواء المر؟ إنه الأمل في أنه سوف يصح. وأحيانا بعض المرضى يوافق على أن يقطع جزء من جسمه وجسده في عملية جراحية، كل هذا يدفعه الأمل في العافية. فالدافع الذي يجعل الإنسان دائما يصل إلى هدفه هو الأمل. لاحظوا المؤمن الذي يصلي قيام الليل ويصوم رمضان ويصوم الأيام البيض ويتصدق بالأموال ويفعل الخيرات ويسهر الليالي، ما الذي يجعل هذا المؤمن يتعب ويشقى ويترك الشهوات ويذهب في النزوات؟ إنه الأمل في أنه يلقى ربه وهو عنه راض. هذا أكبر أمل، أخطر أمل وأعظم أمل، أن الله تعالى تلقاه وهو عنك راض. فالأمل هو قوة دافعة تشرح الصدر وتبعث على النشاط في الروح والبدن. والتفاؤل هو مجرد شعور، لكن الأمل يترجم إلى خطوات. أما اليأس فإنه يولد الإحباط ويولد الفشل. لهذا أيها الأحباب الكرام، لكي يحقق الإنسان الأمل عليه أن يبذل الأسباب وأن يمت في قرارة نفسه أن الأمور سوف تصبح على ما يرام. دائما لما تستيقظ صباحا قل بأن الأمور ستكون إن شاء الله أفضل من الأيام الخوالي. دائما يكون عندك الأمل بأن المستقبل سوف يكون أفضل بكثير من الماضي، وهذا سوف يجعلك تمتلك الثقة بالنفس وتمتلك الإيجابية في الحركة. والناس يلزم، ماذا قالوا؟ قالوا الناس معادن، الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. سياسي إذا أراد أن يقهر المجتمع، سياسي رجل في الحكومة مثلا أراد أن يقهر المجتمع يمت فيه الملل، يتيني بوزير فيه الملل وسوف يقتل في الناس الحياة، لأن الملل يؤدي إلى الصدأ. وإذا أردت أن يصيبهم بالانكماش يحدثهم عن الألم وعن الأزمات باستمرار، وإذا أردت أن تحيي فيهم الحياة حدثهم عن الأمل. الأمل يحيي النفوس. فالناس معادن تصبأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لماذا نقول هذا الأمور أيها الأحباب الكرام؟ أننا اليوم في هذه الظرفية التي يعيشها بلادنا المغرب في أزمة الكورونا، والمجتمع البشري كله في مختلف القارات البشرية جمعاء اليوم تعيش في وضعية صعبة بسبب أزمة الكورونا التي ألقت بظلالها في كل مكان، والتي نجمت عنها تحديات مختلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى نمط الحياة. إن هذا الواقع إذا لم نفهمه ولم نحسن التعامل معه قد يضيع الإنسان،
علينا أن نصنع الأمل، علينا أن نضع التفاؤل في سلم أولوياتنا، خطاباتنا السياسية، خطاباتنا الإعلامية، خطاباتنا الدينية، خطاباتنا الاجتماعية، لا بد أن تكون مفعمة بالأمل، وأن نجعل الأمل ضمن خطوط الدفاع الأولى التي نحتاج إليها لمواجهة الأزمات. هناك دول سبقتنا في ذلك، دول ما عندها إيمان، ما عندها إسلام، ما عندها قرآن، ولكن عندها الأمل تسبقنا، ونحن أمة الأمل، أمة القرآن وأمة الإسلام، لأن به تنشرح الصدور وتتقوى القلوب وتستدير العقول، وبهذا نتغلب على كل التحديات. فأسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا الإيمان واليقين، وأن يجعل في قلوبنا الأمل الذي هو إكسير الحياة. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.